إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد أحبائي في الله، فنكمل إن شاء الله ما درسناه في بداية درسنا الماضي، وهو الكلام عن بعض أحكام البيوع ووصل بنا المقام عند حديث رقم 87 و700 و1000. فأسمعنا يا عبد الرحمن. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيع حاضر لباد، ولا تناجشوا، ولا يبع الرجل على بيع أخيه، ولا يخطب على خطبة أخيه، ولا تسأل المرأة طلاق أختها لتكفأ ما في إنائها. نعم، إذن إخواني في الله، تنبهوا إلى هذه الأشياء المهمة، وهي أولا مما نهى عنه الشرع، ثانيا تعطي آدابا من آداب الإسلام. فأولا لا يبع حاضر لباد، شرحناه في درسنا الماضي وفصلنا فيه وضربنا أمثلة واقعية في زماننا. أما النوع الثاني وهو ولا تناجشوا، والتناجش أن يرفع في سعر البضاعة عند المزاد وهو لا يريد شراء البضاعة، وإنما هو يريد أن يرفع سعرها حتى يفيد صاحب البضاعة، ويكون ذلك بالاتفاق بينهما والعياذ بالله. فإذا أو أنه يريد أن يضر الموجودين، فالصورة تكون أن أحدهم يريد أن يبيع بضاعة بالمزاد، بمعنى يجتمع مجموعة من الناس 5، 10، 20، ويكون هناك أحدهم يعرض بضاعة، خلينا نقول مثلا يعرض سيارة، ويكون من الموجودين كما ذكرت 15 أو أكثر أو أقل، فيقول هذه السيارة معروضة ب5000 دينار، فهل هناك من يزيد؟ فطبعا يبدأ الناس، هذا يقول 5.5، هذا يقول 6.25، ذاك يقول 6، ولكن المفاجأة أن بين الموجودين هناك من لا يريد شراء السيارة، هو لا يريد أن يشتري السيارة ولكن يريد أن يرفع ثمنها، فيقول 6، وهو لا يريد أن يشتريها، فيضطر الآخر شخص آخر فيقول 6.5، فيقول هو 7، ولما يرفع هذا السعر؟ يريد أن يشتري؟ الجواب لا يريد أن يشتري، وإنما يريد أن يرفع سعر هذه السلعة. لما؟ لواحد من سببين: واحد أنه يريد أن يفيد صاحب البضاعة، ويكون ذلك بالاتفاق بينهما أو من غير اتفاق، هو تطوع للباطل، وهذا من أسوأ الدرجات، أنه يمشي بالباطل وحتى لا يوجد عنده تكسب دنيوي. فإذا إما أن يكون
بينهما اتفاق أو غير اتفاق، لكنه يريد أن يرفع السعر. السبب الثاني في رفع الأسعار أنه يريد أن يضر المشترين، يريد أن يضر المشترين. أنتم تعملون في السيارات وأنا لا رغبة لي بشراء هذه السيارة، لكن أريدكم أن تشتروها بأعلى الأثمان حتى تنضروا ولا تستطيعوا أن تبيعوها، ويكون هذا الشخص يريد أن يضرهم ويزعم أنه يريد أن يؤدبهم حتى لا يدخلوا في مزادات أخرى هو يشارك فيها مثلا، أو إلى غير ذلك من الأسباب. فهذا يسمى إيش؟ التناجش، وهو أن يكون بين هؤلاء الأشخاص الذين يزيدون وهو لا يريد شراء هذه السلعة، وإنما يريد واحد إما أن يفيد صاحب البضاعة وإما أن يضر هؤلاء المشترين. فهذا ماذا يسمى؟ التناجش. التناجش يسمى التناجش، وقد نهى عنه الشرع، وقد نهى عنه الشرع. الصورة الثانية مما نهى عنه الشرع في هذا الحديث: ولا يبع الرجل على بيع أخيه، وفي رواية ولا يسم على سوم أخيه. لا يبع على بيع أخيه له صورتان: الصورة الأولى أن ألف اتفق مع باء على شراء البضاعة منه، واتفقوا على السعر واتفقوا على كل شيء، فيأتي آخر لكن لم يتم التسليم أو تأخرت المعاملة كما هو في زماننا. نرجع إلى السيارات، فلان اتفق مع فلان أن يشتري منه السيارة ب5000، تم الاتفاق قال له بعتك، لكن في زماننا يحتاج شراء السيارة إلى تسجيل في دائرة السير، فيأتي أحدهم فيقول له: ما أخبار سيارتك؟ فيقول: بعتها. طب تنازلت؟ لا لم أتنازل، لكن بعتها وأعطيته كلمة. فيقول له: إذن أنا أشتريها منك، أنا أشتريها منك، أنا أشتريها منك. هذا إيش؟ باع على بيع أخيه، باع على بيع أخيه، لأنه تم الاتفاق. الحالة الثانية: لا يسم على سوم أخيه. كلاهما يتفاوض ولم ينتهي التفاوض، بينهما كلام في النهايات، إما أن يشتري وإما أن لا يشتري. فيأتي آخر فيقول: شو بعتوا يا أخي؟ إحنا بنتفاوض، إحنا بنتفاصل، إحنا يسم أحدنا على سوم أخيه. فيقول: أنا أشتريها. ولا يسم على سوم أخيه، ولا يبع على بيع أخيه. فهذا هو المحذور الشرعي. إذا لا يبع على بيع أخيه له حالتان، من يذكرهما؟ من يذكر الحالتين؟ الحالة الأولى نسمع. الحالة الأولى بعد الاتفاق على الأسعار وكل شيء، ويعطي كلمة أني سأبيعك خلاص، يأتي شخص آخر ويقول: أنا أشتريها منك مثلا بسعر أعلى أو شيء. نعم، إذن هذه الصورة الأولى، وهو أن حصل الاتفاق بين الطرف الأول والطرف الثاني، بينما الطرف الثالث جاء بعدما اتفقوا فيرفع في سعر البضاعة ولكي يحصلها هو. فهذا لا يجوز. لما؟ لأنه لا يبيع أحدكم على بيع أخيه. الحالة الثانية ما هي؟
اثنين بتفاوضوا على شغله، يعني واحد يبيع والثاني بفاوضوا عليها، بيجي طرف ثالث بتدخل فيها. نعم، الحالة الثانية أنه لم يتم البيع لكن هناك تفاوض في سوم، في مفاصل، في نقاش، في كلام، في حديث عن هذه السيارة. هذه السيارة ما هو موديلها؟ ما هو فحصها؟ ما هي عيوبها؟ ما هي إيجابياتها؟ طب كم تحتاج أو تطلب ثمنها؟ وثمنها هذا قابل للتفاوض؟ لا يعني هل ممكن أن تخفض؟ في كلام، في سوم. فيأتي أحدهم فيقول خلاص أنا اشتريت بالمبلغ الفلاني وبعني. لا، لا يجوز هذا، لا يسوم أحدكم على سوم أخي. وهذا إذا فهمت هذه المسألة فهمت معنى ولا يخطب على خطبة أخيه، ولا يخطب على خطبة أخيه. ولا يخطب، الخطبة في الشرع هي الوعد بالزواج. الخطبة في الشرع هي الوعد بالزواج. ولا يخطب، فالوعد بالزواج نفس الشيء. أحدهم اتفق مع آخر على أن يتزوج هذه الفتاة، اتفق مع أبيها، اتفق مع أخيها، أي واحد ممن هو ولي أمرها. فإذا كان أبوها هو الموجود سوف يتفق مع أبيها، إذا أبوها ليس موجودا بسبب الوفاة مثلا فيحل معه بدلا منه العم، الأخ، الخال، القريب، وهكذا. فبالتالي هذا يسمى الولي. فحصل الاتفاق، حصل الاتفاق، دخل وراء الفتاة وأعجب فيها أو وجدها مناسبة له أو رضي بها، شرط الإعجاب، رضي بها، فطلبها، طلبها، فالجماعة وافقوا، لكن الموافقة أي وعدناك بالزواج، مش موافقة إنه تم الزواج، لا ما تم الزواج، لأنه الزواج يحتاج إلى شهود، يحتاج إلى إشهار، يحتاج إلى مهر، يحتاج إلى، لا هذا وعد بالزواج كما في زماننا هو وعد بالزواج. فيقول له يا سيدي ما بنشوف أحسن منك، وهات جماعتك وتفضلوا عنا خلينا نتفاهم. هذا شو أعطوه كلام إنه إيش تمت الموافقة، لكن هذا إيش؟ وعد بالزواج، وعد بالموافقة، وليس هو موافقة. فعلى ضوئها، على ضوئها صار ترتيب بعد ذلك ألف باجي. فيأتي أحدهم فيقول سمعت، أو هو يسمع أن أحدهم طلب هذه الفتاة ووافقوا، فيأتيهم فيقول أنا أولى بها، أنا أريدها، ماذا تريدون مهر؟ أنا أدفع. تريدون أن تعجلوا الزواج؟ أنا أعجل، وأنا عندي ميزات، عندي بيت، عندي ألف باء جيم دال. إيه طب ما احنا أعطينا كلمة إلى من؟ إلى الناس. فتأتي أنت فلا يخطب أحدكم على خطبة أخيه، أعطناهم كلمة أنه وعد بالزواج، وننتظر أن يأتي أهله وأقاربه وأصحابه ونتفق ويكون الاتفاق النهائي. فإذا دخولك في هذا المقام هذا لا يجوز. لما؟ لأنه هذا ولا يخطب أحدكم على خطبة أخيه. الحالة الثانية ولا يخطب أحدكم على خطبة أخيه ما هي؟ أنه يكون هناك ما زال مفاوضات، هو جاء ليرى الفتاة والفتاة رأته، وجلس أحدهم مع الآخر
ولكن لم يتم الاتفاق، ما زال هناك بحث، هم يريدون أن يسألوا عنه وهم يريدون أيضا أن يسألوا عن أهل الفتاة أو ما شابه، يعني ما زال الأمر لم يتم الاتفاق ولم يتم العهد، وإنما ولا يوجد وعد، وإنما هو فقط كلام قاربنا على إيش؟ على الاتفاق أو الرفض، لكن لم يظهر رد. فأنت أيضا بما أنه في كلام عليها فلا تدخل وتطلب هذه الفتاة. إذن ولا يخطب أحدكم على خطبة أخيه له حالتان، من يذكرهما؟ من يذكر الحالتين؟ ولا يخطب أحدكم، ولا يخطب أحدكم على خطبة أخيه، ولا يخطب أحدكم على خطبة أخيه، قلنا له حالتان وشرحناها. من يذكر واحدة من هاتين الحالتين؟ تفضل. هل يكون في وعد في الخطبة؟ يكون أنه وافقوا الطرفين، وافقوا على بعض، لكن لم يتم كتابة العقد مثلا، ثم يأتي الشخص يعلم بذلك، يذهب إلى أهل الفتاة ويقول لهم أنا عندي كذا. نعم، إذن هذا الحالة الأولى باختصار كما ذكر أخونا، أن الجماعة وعدوه بإعطائه لابنتهم، فإذا هناك وعد، الوعد حصل، لكنه ماذا؟ لم يتم الزواج بعد، وعد. الحالة الثانية، تفضل. أنه هنالك مفاوضات ويريدون أن يبحثوا عن الرجل وهو يريد أن يبحث أكثر ولم يتم الرد بعد، وهكذا فيأتي شخص ثالث نعم، جاء شخص ورأى الفتاة، الفتاة لم تقل أني موافق ولا رافض، ولا الأهلها قالوا موافق أو رافض، وهو أيضا لم يقل أنا موافق أو رافض، وربما يحتاج أن يجلس معها مرة أخرى، ربما يريد أن يستفسر أكثر، يريد أن يبحث، ما زال كلام، ما زال كلام عليها. فعندها لا يأتي شخص ويدخل ويقول أريد أن أخطب هذه الفتاة. طيب، ثم ذكر قال ولا تسأل المرأة طلاق أختها لتكفأ في إنائها. طبعا هنا إخواني في الله، الأخت المقصود بها الضرة، يعني الزوجة الثانية أو الثالثة أو الرابعة، الشخص فالمسلم له أكثر من زوجة، أجاز الشرع للمسلم أن يكون له أكثر من زوجة، زوجة ثانية، زوجة ثالثة، زوجة رابعة، حسب المتاح. وهذا شيء كان منتشرا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم عدد الزوجات، وكذلك أبو بكر وعمر وعثمان وعلي الخلفاء الراشدون عددوا في الزوجات، فإذا تعدد الزوجات حاصل من النبي صلى الله عليه وسلم ومن من؟ من الخلفاء الراشدين، بالإضافة إلى كثير من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب، هذه المقدمة حتى نفهم. فإحدى الزوجات تطلب من زوجها أن يطلق زوجته الأولى، أو الأولى تطلب أن يطلق زوجته الثانية أو الثالثة أو الرابعة، المهم أن إحدى الزوجات تطلب طلاق زوجة منهن. فهذا إخواني في الله ماذا قال الشرع؟ أن هذا منهي عنه. لما هي تريد أن يحصل الطلاق؟ لما تريد أن يحصل الطلاق؟
الجواب حتى تزعم هي أنها تستفرد بما عنده من خيرات، فتقول لا أريد لي شريك، أنا مثل الفريق ما أريد الشريك. وهذا كلام باطل. وتقول أنا بنصف زوج، يعني أن زوجي قد تزوج اثنتين أنا والأخرى، فبالتالي أنا بنصف زوج. ماذا تريدين؟ أريد أن يطلق زوجته الثانية. انظر الشرع ماذا سماها، سماها أختها حتى نستفيد من ذلك أشياء. واحد هذه بمثابة الأخت وليست الضرة. نعم، فكلمة ضرة ليست مستحبة، لأنك عندما تسمع كلمة ضرة ربما تتذكر الضرر، فسماها الشرع الأخت، أي أن هذه الزوجة الثانية أو الثالثة أو الرابعة لهذا الشخص هي بمثابة الأخت لك، فعليه لا يوجد قطيعة ولا يوجد طلب طلاق. اثنين اثنين ينبغي لك أن تفهمي أن هذه بمثابة أختك، فهل كما قال أخونا هناك تقبلي لأختك أن تكون مطلقة؟ وكثير من الناس إذا قلت له لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه وهو يؤذي غيره، قال نعم أنا أقبل لنفسي أن أوذى إذا فعلت كذا وكذا. هذا كلام باطل، لأنه الشرع يتكلم لك عن الفعل وليس عن الأسباب، فبالتالي المسلم لا يقبل العمى لأخيه المسلم، فإذا لما تدعو لأخيك بالعمى؟ قال ما هو أذاني، إذا بأذي غيري أنا بتمنى أن أعمل. لا، هذا كلام باطل، لأن الشرع ما ذكر السبب وإنما نهاك عن الفعل، فلا يجوز أن تتمنى لأخيك العمى، لا يجوز أن تتمنى لأخيك الشلل، لا يجوز أن تتمنى لأخيك أن يدهس أن يموت إلى غير ذلك من الأشياء. فإذا هي أختك فلا تتمني لها أن تطلق. طب شو المشكلة في الطلاق؟ أعظم مشكلة في الطلاق ما هي؟ الشيطان يا أخي، تشريد الأولاد، أن هذا كسر للمرأة وكسرها طلاقها. فمهما حاولت ومهما فكرت ومهما ادعيت، أو العكس هي مهما ادعت أنها قوية ومهما زعمت أنها متينة، فالطلاق هو كسر للمرأة، هو كسر للمرأة. وكم من قصة وصلتنا أن امرأة شرسة أو غافلة أو جاهلة تصمم على زوجها أن تطلق، بل إن إحداهن تقول له إن كنت رجلا فطلقني، فإذا بذاك الشخص يقع في هذا الخطأ الكبير ويطلق ماذا؟ ويطلق هذه الفتاة. من الذي طلب الطلاق؟ الفتاة. فإذا به يقع في هذا الخطأ ويطلقها، وعلى ضوئها تبدأ بالبكاء مباشرة، تبدأ بالبكاء، وإذا مسكت نفسها فمجرد أن تخلو بحالها ويراها أبوها أو أخوها عن بعد فتبدأ إيش؟ بالبكاء. فالطلاق، واحد كسر للمرأة،
فلذا الراجح في المسألة من قولي الفقهاء أن الطلاق في الشرع لا بد أن يكون له سببا معتبرا، أن يكون سببا معتبرا. لما؟ لأن الطلاق ضرر، ولا ضرر ولا ضرار. وكيف عرفنا أنه ضرر؟ وكسرها طلاقها. فالذي يطلق الفتاة هو يضر بها، يضر بها. فأنت كسرت هذه الفتاة. ومهما المرأة فعلت وقالت، ويا جماعة كما قال الله عز وجل وعاشروهن بالمعروف، وعاشروهن بالمعروف. فبالتالي أكبر خطأ يقع به الأزواج في التعامل مع زوجاتهم أنهم يناقشوهن. والصواب أن المرأة تعالج بالعاطفة، والعاطفة نوعان، شد ورخاء. ولكن الأكثر ينبغي أن يكون ماذا؟ الرخاء، اللين. ما دخل اللين في شيء وما دخل الرفق في شيء إلا زانه. فإذا رجعنا أن طلاق المرأة ضرر، فإذا هي لا تتمنى لأختها أن تطلق. المفسدة الثانية من الطلاق كما قال أخونا أن هذا مدعاة إلى تشتت الأسرة، تشتت الأسرة. فالأسرة متى حدث الطلاق ترتب على ذلك ماذا؟ فرقة. ويا جماعة الطلاق لا يشترط أن يكون إحدى الطرفين سيء. لما؟ ذكرنا هذا سابقا. لما لا يشترط أن يكون إحدى الطرفين سيء؟ ذكرنا هذا. وين أنت؟ وين؟ طب من يساعد تفضل هناك. لا يوجد توافق بينهما. نعم، ربما يكون لا يوجد انسجام، لا يوجد توافق عقلي دنيوي، لا يوجد هناك يعني عادات وتقاليد مشتركة. بعض الناس عنده عادات ليست بحرام لكنها منفرة للزوجة، وبعض الناس وبعض النساء عندها عادات منفرة للزوج مع أنها ليست بحرام. فمثلا هو تفضل، رجل يحب أن يأكل البصل والثوم عادة كثيرة، نعم، مثلا الأطعمة. فربما هذا الرجل وهذه المرأة لم يتوافقوا ولا في نوع طعام أو في أكثر الطعام لا يوجد توافق. وبالتالي إذا هي طبخت وجاء ليأكل لم يشتهي طعامها، والعكس هو لو جاء بطعام من أمه هي لا تشتهي طعامها. ما في، طب أنا شو أساوي؟ ما تعلمي من امي، لا انا ما باكل كلام طبيخ امك، ولا بدي اتعلم ما كيف تعد امك الطعام. طب شو الحل يعني؟ لايمتى انا؟ لايمتى؟ هي الي من زوجك سنة ما اكلت من ايديكي اكل واحد ايش اشتهيها. طب اصبر يا رجل، اصبر وعالج الأمر بغير الطلاق. عالج الأمر بالكلمة الحلوة، شجعها، رغبها. لكن فبعض الناس يتسرع، فبعض الناس طلق زوجته بسبب ماذا؟ الطعام. يقول لك أنا ما باكل من طعام زوجتي إشي أشتهيه. أي طب هذا سبب
ليس عيب في المرأة لا في دينها ولا في خلقها، لأن الطعام المعد عندها غير الطعام المعد عندك. طب سبب آخر، سبب آخر يحدث بين الزوجين ويحدث الطلاق وما في حدا، شيء حرام. تفضل. عدم التوافق في الطباع وقت النوم بعض الشيء أمر ممكن برضو نفس الشيء، يعني زي ما حكينا عن الطعام يكون هو الرجل من النوع الذي ينام مبكرا ويستيقظ مبكرا، بينما هي من النوع اللي ايش اللي بتسهر للفجر وبتنام للظهر. طب ده اشوفك، بنشوفك ان شاء الله طب الظهر انا وين في العمل، فامتى بدي اشوفك؟ طب الصبح انا بدي حدا يدلي طعام، بدي حدا يستقبلني بكاسة شاي وانا مروح من صلاة الفجر، كل هذا شماله مش موجود. بدي حدا ونيس استأنس به بعد الفجر، انا جاي على الدار انت نايم صليت الفجر ونمتي. فهذا اذا حتى النوم، فتجد بعضهم يتسرع فيطلق، فهذا لا هذا آثم من ناحية هذا ينام بصورة معينة ولا تلك آثمة أنها تنام بهذه الصورة، لكن يترتب على ذلك عدم توافق. فبعض الناس سبب الطلاق النوم، لك أنا ما بنام، وخصوصا في حالة أخرى لا ينام فيها في وجود أولاد، عندما يأتي الأولاد فإذا بها لا تنضبط فتعرف حق زوجها في موضوع النوم، فهو عائد من العمل وبتصرخ على الأولاد. وحتى قالت إحداهن أنها سمعت عن امرأة تقول لأولادي أسكتوا أبوك نايم. لا حول ولا قوة إلا بالله. فبالتالي هاي سلوكيات، اذا هذا ايضا لا يشترط. ثلاث انشغال الرجل بالعمل الطويل والمرأة تحتاج الى حب المظاهر. بعض النساء عندها حب مظاهر، فهي تريد غرفة نوم بمواصفات، طلبها حرام ليس بحرام، زوج عنده قدرات عنده، لا نقول أنه فقير لكنه يرى أن هذا المال جعله في هذا المكان ليس مناسبا، فهي عندها طلبات في البيت، سواء في غرفة النوم، في المطبخ، في غرفة الضيوف. فبعض حالات الطلاق سببها تجهيز البيت بعد ما اتفقوا كل شيء واثنين دينين، ومتى حصل الطلاق؟ عند تجهيز البيت. طب بلاش، عند اختيار البيت. وين بدك تسكن؟ والله سأسكن، الرجل يقول بجانب اهلي. لا، انا اريد ان اسكن بجانب اهلي انا. فتحصل طلاق أشياء تافهة. في هناك عادات إذن لا 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 يعني الطلاق أن إحدى الطرفين سيء. يا جماعة في عادة عند بعض الناس أنه برن على ابنته، بيتصل بابنته وهي يعني في بيتها عند زوجها وزوجها في العمل، فيقول لها يا بني أنا قريب منك ماذا تريدين؟ تقول له هات لي سندويشة، هات لي كعكة، هات لي شاورما، هات لي أبصر إيه. فبعض الناس عنده هذا إهانة له. فقابلت أحدهم من أسباب أنه طلق زوجته أن أباها جاب لها سندويشة، جاب لها شاورما،
قال كيف بتطلب مني أنا تاجر؟ كيف تطلب من أبيك؟ لك هاي عادات، لك أن تغضب بس تطلق؟ لا، مثلا عادتك أو رجولتك، لا، أما تطلق احكي لهم يا عمي أنا ما بحب هيك عادة، أنا أكره هيك عادة، هاي عادات ليست بحرام. هذاك بالعكس يرى أن هذا إيه صلة رحم، ويتفقد ابنته ويأتيها بشيء، هو أنا بيتي عين ناقصك إشي؟ عندك المطبخ ناقص؟ طب أنا مش مترك لك فلوس؟ كيف بتطلبي من أبوك شاورما؟ عند بعض الناس بيعتبروه إيش؟ انتقاص، فالزوج يعتبر هذا انتقاص له، وبعضهم يقولوا يا أخي لا تتحسس، الأمر سهل، يعني إحنا عارفين بيتك مليان خيرات وربنا يبارك لك، لكن أنا أحببت هيك أن أدخل الفرع على ابنتي بسندويشتين كل حقة ليرتين ولا ليرة ونص، يعني ما سوينا إشي، فحصل الطلاق. طبعا إحنا وهكذا، هذه مسألة، مسائل الطلاق إخواني في الله ينبغي لك أن تفهم أنها حياة، الزواج هو عبارة عن حياة بين أسرتين، فبعض الناس بيركب راسه أنا بدي هالبنت، فأبوه ما بده إياها ولا أمه بده إياها ولا أخته بده إياها ولا أنا بدي إياها، كيف بدك إياها؟ هاي البنت عوين جاي؟ جاي على أسرة، جاي على أسرة، مش جاي فرد مطلق ولا نكرة، هاي أسرة مع أسرة، لابد أن يكون في هناك توافق بين الأسرتين. فهذا أيضا بعض الناس يكون الزواج له بمثابة قطيعة رحم لوالديه أو لأخته، لا يا أخي، لا تتعلق بالأشخاص. طب امي رافضه، امك رافضه، يا اخي بشوف غيرها، ايش اللي هاي؟ ابوي رافض. طب بشوف ابوك رافض الزواج ولا هاي الفتاه؟ لا، هاي الفتاه معناته هو مش رافض المبدا، هو رافض مين؟ هذه الفتاه، اذا نبحث عن غيرها. امك رفضت المبدا ولا هاي الفتاه؟ شو الجواب؟ هاي الفتاة، استجيب، واجبة. نعم، واحد بقول نعم، أنا بدي حدا يتحكم فيه، لا حول. عن مين بتحكي أنت؟ عن أمك وأبيك، تقول لي ما بدي حدا يتحكم فيه؟ فعجيب بعض الناس كلما اشتد ساعده إيش؟ رماني. أول ما بيبدأ في مين؟ في أمه وأبيه، اول ما بيبدا فيهم. انا لو سمحت ما حدا يتدخل فيه، انا مش طالب منكم قرش، هيك بصير يحكي، انا مش طالب منك قرش، انا محوش، انا معي المهر، انا معي اجهز البيت، خلص يابا بتحب تيجي ضيف، بدكش تيجي برضه براحتك، براحتك. بتحكي مع مين؟ يتكلم مع ابيه، يتكلم مع امه. طب اسمع اسمع، اسبوع الجاي عرسي، انا اسبوع الجاي عرسي، لا هيك يعني، بدك تيجي بتيجي، بدك شباب بتجوزك، هذا إنسان عاق. وهذا يبدأ العقوق في سن النضوج، صار عمره 20 25 30، سن الزواج، وهو يبدأ إيش بالعقوق الآن لوالديه، وأبوه بستنى طول عمره حتى يفرح بمين؟ إذا كان عمر بن الخطاب وهو صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم طلب من ابنه أن يطلق زوجته، مش رفض فتاة، طلب منه إيه؟ أن يطلق زوجته فطلقها. طبعا هذا أهل العلم يقولون إذا كان الأب صاحب دين وتقوى الله وقال لك لا، واجب عليك الاستجابة. لما؟ لما؟ لأنه يرى ما لا ترى. اثنين، لا يشترط أن يخبرك بكل شيء، ما بصير يحكي كل شيء، هاي أعراض وهاي ناس،
ثلاث انت عديم الخبرة. قديش عمرك؟ 27 ونص. واحد 27 ونص، يعني النص شايفه. ابوك قديش؟ 60. شو جاب 60 ل 27 ونص يا ابو سبعة؟ بدي ازيدك النص تجبر 28. لا تصلح، ما عندك خبرة. ابوك صاحب الخبرة. طب عنده دين ابوك؟ صاحب دين، صاحب تقوى الله. اذا هم لا يعارضوا هذه الفتاة، يظلمونها؟ الجواب ولا انه ها يرون ما لا ترى. وبكرة حضرتك تنك تصير عندك وبصير تقول يا ليتني رددت واستجبت لوالدي. اذا رجعنا الى ان المرأة يحرم عليها ان تطلب من زوجها ان يطلق اختها، اي الزوجة الثانية او الثالثة او الرابعة، لكي هي تستفرد بماذا؟ بهذا الزوج. وتقول بدل ان انا بنصف زوج الان ايش؟ بزوج كامل. وهذا كلام باطل، لان الشرع اصلا جعل لك حق من هذا الرجل، وجعل له حق ان يكون له زوجات، فانت تريدين ان تأخذي حقك وزيادة، وهذه الزيادة تكون على حسب حرمان هذا الشخص من حقه. أليس من حق الزوج أن يكون له عدة زوجات؟ الجواب نعم. ما هي فائدة عدة زوجات؟ واحد كثرة النسل. أنت حضرتك خلفتي ووقفتي، ما عدت تخلفي، وانت لظرف او معين او بتخلفي في السنة مرة، وما بده واحد واثنين، وبده خلال هالعشر 15 سنة 40 ولد. في في 40. ليش هذاك الافريقي اللي 120 ولد مسكوا عنده، مش مسكوا عنده يعني انه 120 ولد بس. استغفر الله العظيم، استغفر الله العظيم. طبعا زي ما حكى الشيخ عبد الرحمن الصميط، قال اكتشفنا انه عنده 40 امرأة على ذمته. ولا حول ولا قوة الا بالله. 40 امرأة، فمبدئيا صار عنده 120. ولا حول ولا قوة الا بالله. احنا ما بنقول لك كون مثل هذا الافريقي، ف 120 ولد نصهم يعني في محاذير شرعية ما الله به عليم. طيب اذا كثرة النسل. طب كثرة النسل ما هي الفائدة منها؟ نفع الاسلام والمسلمين. اول شيء نفعك انت بالاجر والثواب. اتصور انت 10 من اولادك صلوا، العشرة وصلك اجر 10 صلوا. اذا صلى عندك فيش الا ولد، شو ماله؟ وصلك اجر واحد صلى. تصور. اثنين من ناحية الاجر، اثنين انه في احتمال هؤلاء كثرة النسل بما انهم 10، فاحتمال اذا قلنا نصهم من الصالحين طلعوا 5، بينما اذا عندك اثنين نصهم ايش؟ واحد. فاذا كثرة النسل فهذا من مقاصد الزواج. ولذا إخواني في الله، من أغرب ما سمعت عمن يريدون أن يعددوا الزوجات أنهم يقولون لها لا نريد لك أن تنجبي. هذا قضوا على أهم هدف من أهداف الزواج وهو الولد، وابتغوا ما كتب الله لكم، وهو إيه؟ الولد. اذا كما قال اخونا كثرة النسل. اثنين فائدة تعدد الزوجات. اثنين العفة واحصن الفرج، يعني زيادة العفة. اللي عنده 4 زوجات فهذا عنده زيادة عفة. ثلاث يا الله. لا يملك الرجل زوجته ولا تملك زوجته. احسنت، هذه مهمة، انه سيغيب عنها في النوم
ولا يشترط في النوم الجماع، سيغيب عنها 3 أيام، بس يكون عنده 4 زوجات، فعندما يرجع ويلتقوا تصبح المودة أكثر وأكبر. أما 24 ساعة في وجوه بعض فهذا مدعاة لحصول أشياء غير مناسبة. نعم، إذا هذا 3. 4، ذكرنا كثرة الناس. 4، حمل أعباء هذا الرجل. هذا الرجل عنده أعباء، يحتاج إلى أكثر من امرأة لتحمل عبئه، فهو ربما يكون داعية، فالداعية يحتاج إلى كثرة نساء يساعدنه في الدعوة إلى الله. وأيضا عنده عبء أنه سيقصر في تربية أولاده. لما؟ لأنه منشغل بالدعوة إلى الله، فتكون الزوجات يعنه على ماذا؟ على تربية الأولاد. فانظر إذا أكرمك الله عز وجل بفتاة متقنة لحفظها لكتاب الله وحريصة على تعليم البنات والأولاد الصغار. طبعا حقيقة متقنة، هاي كلمة متقنة يا جماعة، هذا قلما كلما نسمعنا عن فتاة تحفظ كتاب الله تيجي تسمع لها ولو 90% من اللي بتسمعه شو ماله؟ أخطاء، شو طلعت بس جزء عمها. أما هي بين الناس شو مالها؟ يقول لك أنا حافظ كتاب الله عز وجل. طب سمعي، تعالي ابدي، بلاش، تعالي تعال نفحصك الفحص اللي بصير عند المصريين، الله لا يوريك شو هيك فحص. اذكري كلمة إسرائيل أين وردت في كتاب الله ورقم الآية، أو بلاش في أي سورة، وين بدها تبلش؟ ايش كأنها المعجم المفارس لألفاظ القرآن الكريم، تبلش تبدأ. واحد ثاني، احد مشايخ مصر الله يسامحه لسه عقد الامور بزيادة، قلها هذه الآية اين في المصحف، اي سطر؟ ما في اكمل من قوله تعالى. لا 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 لا. فهذول المشايخ الله يجزيهم الخير اذا اجوا على الحفاظ اللي عندنا راح يصير وضعهم، احنا راح ننحرج معاهم. وحقيقة هذا، ما هو السبب؟ ما هو السبب قوة الحفظ لكتاب الله في مصر وغيرها طبعا من بلاد الإسلام؟ السبب الرئيسي كثرة المراجعة. السبب الرئيسي ما هو؟ وجود الكتاتيب ووجود الأزهر. الكتاتيب هو ابن 4 سنوات، احنا بنوديه على الروضة، وكي جي ون، شو كي جي ون هاي؟ وكي جي تو، هم لا كتاتيب، وهو ابن 4 سنوات يلتقي بأستاذه وشيخه ويبدأ يسمع القرآن. فلذا نرى من المصريين من هو وصل إلى سن 6 ويحفظ كتاب الله. ما هو 6؟ 6 سنوات، بنات وشباب. والأمر الثاني وجود الأزهر. الأزهر من شروطه أنه لا يتخرج من الأزهر، يعني أزهر ابتدائي، مش أزهر جامعة الأزهر، أزهر مدارس، مدارس يعني من الأول للتوجيهي في التعبير الأردني. من شروط الأزهر أنه لا يتخرج إلا وهو حافظ لكتاب الله. فقابلت فتاة في القاهرة عمرها 8 سنوات، فمع أخيها، طبعا زرت أخاها في إحدى السفرات، مش هاي السفرة، في إحدى السفرات. فقلت لها كم مضى من عمرك؟ قال مضى 8 سنوات أو 9، نسيت الآن. فقلت ماذا تحفظين من كتاب الله؟ قال أحفظ 13 جزءا. قلت لها من البداية أم من آخر المصحف تحفظين؟ قالت لا، من الآخر. ثم سألتها سؤال، حقيقة سؤال
يعني هو سؤال فحص، لكن إذا هي منتبهة راح يكون سؤال غبي. فقلت لها تحفظين سورة عمة؟ فإذا بها تنظر إلي وتقول لي أقول لك أحفظ 13 جزءا وتقول لي تحفظ سورة عمة؟ أنت بتقول إيه؟ إيه راح ورطتنا ورطة هذا الآن. وقابلت أحدهم قلت له كم مضى من عمرك؟ يعني ولد ذكر، فقال أنا في الصف السادس أزهر. ماذا تحفظ؟ قال إلى سورة يوسف. إذن لابد إذا تخرج من الأزهر أن يكون خاتم لكتاب الله. المدرسة الشرعية اللي عندنا في الأردن ما شاء الله أولادي في منهم دخل وطلع مش حافظ جزء، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا والله استفدنا من هيك مدرسة، والتكاسي رايحة وتكاسي جاي الله يتقبل على كل حال. مصاريف الله أعلم، يعني تفتح بيت. لكننا يعني طبعا في إيجابيات لكن لا تقارن بالأزهر، لا تقارن من هاي الجزئية، من هذه إيش الجزئية وهي حفظ لكتاب الله. فإذا موضوع لابد من التنبه إلى موضوع الحفظ. طبعا من إحدى أسباب أن أحدهم طلق زوجته العادات المتعلقة بكتاب الله. كيف العادات المتعلقة بكتاب الله؟ كيف؟ قال في اليوم عندها 6 ساعات للقرآن، والست ساعات ينبني علي أن القرآن سواء تدرس أو تدرس. قال 6 ساعات ينبني عليها أنها لا تعد طعاما، وإذا عدت طعاما يكون غير متقن بالمرة. وقد أنجبت منها يقول لي 2، ومش عارف أكمل ولا لا. قلت له يا رجل عندك امرأة حافظة متقنة وتعلم وتدرس، يا أخي اتنازل عن موضوع الطعام، يعني أم من ألف باجي. قال لا قدرة عندي. فإذا رجعنا إخواني في الله إلى شيء مهم جدا، وهو فيما يتعلق بطلاق المرأة. طيب الآن ننتقل إلى الحديث الأخير فيما 88 700 و1000، وعن ابن عمر تفضل. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يبيع بعضكم على بيع بعض ولا يخطب على خطبة أخيه إلا أن يأذن له. إذن هذا الحديث ماذا يختلف عن الأحاديث السابقة؟ هذا الحديث ماذا يختلف عن الأحاديث الماضية؟ تفضل. نعم، وجود الإذن. قلنا شرحنا معنى لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه وذكرنا الحالتين، لكن إذا حصل هناك استئذان تذهب إلى هذا الشخص، يا أخي أنا أستأذنك أن أخطب هذه الفتاة، تقبل؟ طبعا هذا إخواني في الله له صور وله أسباب. ما هي الأسباب؟ واحد إنه شخص يذهب إلى آخر وأعطوه يا أخي كلمة تفضل لنا موافقين عليك، يعني وعد بالزواج، وفيأتي أحدهم ويذهب ويستأذن الخاطب أن لا يطلبها وأن تكون من نصيبه. هذا جائز إذا قبل ذلك الشخص. طب ما هو الأسباب؟ ما هي الأسباب التي تجعله يذهب ويستأذنه أن يخطب هذه الفتاة بدلا منه؟ ما عندكم أسباب؟ واحد وجود الرحم، فهو هذا الشخص بين هذه الفتاة وبين هذا الطرف الآخر رحم بعيد لكن غير محرم، مثل أنها ابنة عمه أو ابنة خاله،
وبالتالي يكون أنا أولى بابنة عمي وابنة خالي من غيري. والسبب وجود العادات والتقاليد المشتركة، هذا شيء مهم جدا في الحياة الأسرية. حضرتك وين؟ أنا فلاح، ماخذ من مين؟ ماخذ ألف با جيم. طبعا كلمة فلاح وما نسيبك أنك أبوك مواليد أبصروين وإمك مواليد، لا لا، أنت الآن تعيش عيشة الفلاحين ولا تعيش عيشة المدن ولا تعيش عيشة البدو. فقابلت واحدهم أجداده كانوا من أهل المدينة لكنه الآن يعمل في الزراعة، هذا فلاح، حتى لو زعم أنه إيش يعني آباء لا لا لا. إذن واحد الرحم، فهو يأتي إليه فيقول له يا أخي أنت طلبتها وهم أعطوك كلمة، لكن هذه ابنة عمي، فهل يمكن أن تتنازل عنها وتسمح لي أن أطلبها؟ فإذا أذن له جاز هذا الأمر. إذن واحد إيش الرحم، اثنين جار، بس كلمة جار هيك. طب شو إيش يعني جار؟ جيران يعني جيران، جار جيران يعني أضبط يا أبو. الآن أخونا يقول مثلا هؤلاء من الجيران، طيب ما هي إيجابية أن تأخذ من جيرانك؟ واحد أن هناك سلوكيات مشتركة، بس الأهم أحسنت أنك تعرفهم معرفة تفصيلية. الآن حضرتك قالوا لك والله فلانة صاحب الدين وتقوى، ومين اللي حاكي لك؟ واحد هو إيش برضو بجوز سامع سمع، لكن عندما يكون هؤلاء القوم من جيرانك فأنت ستعرفهم معرفة شمالها تفصيلية، سوف تعرف عاداتهم، سوف تعرف ديانتهم، سوف تعرف أهل هذه الفتاة، سوف تعرف أقاربها، سوف. فهي إيجابيات جدا إذا وجدت الفتاة المناسبة هي من جيرانك. برضو في إيجابية يا جماعة اللي أنك إذا تزوجت تكون قريب من أهلها وقريب من أهلك، فأبوك مش راح يزعل منك، وين يا ابني بدك تسكن؟ والله بدي اروح اسكن عندنا سايبي، هيك ضيعت هيك هيك بسهولة؟ وانا ربيتك عشان ما استكبر تاخذ مرة وتروح، طب ما انا بدي مساعدة. بدبر حالك انت الله لا، شو دبر؟ فنرى كثيرا من الابناء متى كبر ابنه واشتد ساعده وصار معاه فلوس، صار يسوي في ايده هيك كانه ايه؟ ويريد ان يتزوج، اول شيء بيبتعد عن والديه. نعم نعم، وين تربيتي لك اللي 25 سنه بربي فيه وصابر عليك عشان تيجي تساندني وتساعدني؟ تنك كبرت اخذت هالبنت وين ورايح عند اهلها وانا هذا حقيقة شيء مما يسبب في قلب الأب والأم شيء كبير. رب فإذا أخذت من الجيران شو صارت الإيجابية؟ أنت قريب من أهلها وقريب من إيش؟ من أهلك. إذا خلصت من هذه المشكلة. إذا هذا ممكن يخليني أستأذن، يا أخي أنت استعجلت تروح الطلب، طب أنا والله بعد في حالي. ثلاث من الأسباب، توافق الأم مع هذه الفتاة. أنت راح تتفاجأ بكرة بس تتزوج أنه أكثر تعامل ابنة هذه الزوجة مع مين؟ مع أمك. فإذا كانت هذه الأم متوافقة فهذا من أسباب البيت السعيد. اما امك اصلا ما بتعرف عنها شيء، وهذيك البنت شاطر، اول ما شافت امك اول لقاء
قبلت رأسها وإيديها أيوة يا عمتي أيوة يا مرت عمي أيوة يا خالتي. وبعد ما تمكنت لحديت ما تمكنت قالت لك يا أنا يا أمك. فين أمك؟ وين أروح في أمي؟ دبر حالك يا رجل دبر حالك. إلى غير ذلك إخواني في الله. إذن الاستئذان له أسباب. طيب طب ما كان طلبت من أول ليش انتظرت حتى طلبها فلان وأعطوه كلمة وافقوا عليه؟ طب لما تأخرت؟ واحد نعم إنه قدراته المادية كانت لا تجرئه أن يطلب هذه الفتاة. وبالتالي الآن بعدما اشتد الأمر وانطلبت لا الآن ما في مجال. لو بدي أتداين لو بدي هذه فتاة مميزة فيها موافقة مع أمي وأبوها أتوافق مع أبيها فهذه فتاة مميزة. فيذهب إلى الشخص ويستأذن. إذن سبب التأخر واحد عدم القدرة المادية. اثنين وين ساكنين؟ اثنين العمر الصغير اثنين السفر. انه هذا الشخص كان مسافرا وهو يتواصل مع اخته ويقول لها ابحثي واعطته المواصفات والمناسبات وقال خلاص ان شاء الله على الصيف سوف انزل وانظر اليها واطلبها وهذه موافقة وموافقة مع الجميع. فكانت المفاجأة انه واحد شماله سبقه الى ذلك. اذا من الاسباب التأخر ايش؟ السفر. ثلاث لا انتو سفر ولا انتو حضر. شو في اسباب بتصير على الساحة انه يا جماعة في اللي هو الاشي اللي طلع لنا موضة جديد وهو ايه؟ التعليم. فهذا الشاب طلبها قالوا له ايش بدها تكمل ايش تعليمها فتأخر. يعني قال طيب بعد ذلك اما انهم غيروا رأيهم بس ما رجعوا او انه انهت وتفاجأ من اول ما انهت شو هذا طلبها. ويا جماعة من اكبر اسباب تأخر زواج الشباب ماذا؟ التعليم اللي بيصير على الساحة. بدك ما هو انت ما بنفع بدك تتعلم وتتزوج وتحج في سنة واحدة فهذا لا يمكن ان يجتمعوا. فلا بد ان تفهم بدك انت حريص على الزواج لا تكمل تعليم او كمل بعد الزواج يا اخي. اما تقول لي والله انا بدي اكمل تعليم واتزوج واحج هذا عدم ادارة. هذا عدم ادارة وهذا استعجال وهذا من اكبر اسباب الفشل. طيب الحديث الاخير ايوه. وعن عقبة بن عامر رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال المؤمن اخو المؤمن فلا يحل لمؤمن ان يبتاع على بيع اخيه ولا يخطب على خطبة اخيه حتى يذر. اذا حتى يذر هذه مهمة جدا. ماذا تفيد؟ أن هذا الشخص لابد أن يترك البيع أو يترك الخطبة. بهذا نكتفي وصلى الله وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.